الاوبشنز دايلوج عباره عن نافذه متوفرها لك المين ابلكيشن منيو في الريفيت، ممكن ان انا من خلالها اقدر اغير الاوبشنز الخاصه بالبرنامج، سواء مثلا الشكل او السيم اللي انا بستخدمه والنصوص اللي موجوده، ومثلا اوبشنز خاصه بالستيرنج ويلز او الفيو كيوب. ممكن ان انا افتح الاوبشنز دايلوج من خلال المين ابلكيشن منيو واروح على الاوبشنز. هتلاحظ ان انا عندي مجموعه من الاقسام هنا على الشمال، اضغط على كل واحده فيها بيظهر لك مجموعه من الاوبشنز الخاصه بيها. اول حاجه في الجنرال هتلاحظ هنا في اوبشنز خاصه بالنوتيفيكيشن، مثلا هنا سيف ريمايندر انترفال لما اكون انا شغال على مشروع لمده اكتر من نص ساعه او ربع ساعه حسب ما انت تحدد له الوقت بتاعك. من هنا هتظهر لك رساله بتطلب منك حفظ المشروع. والسيجنرايز والسنتر ريمايندر انترفال نفس الموضوع، لما تبقى شغال على الورك شيرنج بيطلب منك انك تسيف الشغل بتاعك. اليوزر نيم ده اسم بتاعك اللي بيظهر على الشبكه لما بتبقى شغال على بروجكت فيه اكتر من جهاز شغالين عليه. وهنا الجورنال فايل كلين اب اللي هو التحديث اللي هو الملفات الدرافت والباك ابس الخاصه بالبرنامج. وبعد كده الورك شيرنج ابديت فريكوانسي، لما بيحصل مثلا انك شغال في شركه وفي اكتر من واحد شغالين على موديل معين موجود على سيرفر، بيعمل ابديت للشغل بتاعك كل 5 ثواني بناء على اخر التحديثات اللي حصلت في الموديل اللي انت شغال عليه ده. بعد كده الفيو اوبشن اللي هو الديفولت فيو ديسيبلنس، الاختصاص الافتراضي بتاعك او تخصصك الافتراضي. هنا ممكن تحدد له انت مهندس ايه بالظبط، اركتكتشر معماري او ستراكشر او ميكانيكي او الكتريكال او بلامبنج او كوردينيتور او اللي هو الكوردينيشن سيستم بتاع البرنامج. لما تحدد اي حاجه من دول البرنامج بيتشكل حسب التخصص بتاعك، بحيث انه يديك كل الادوات اللي انت ممكن تحتاجها كمهندس معماري او انشائي او ميكانيكي وهكذا. بعد كده عندي حاجه اسمها اليوزر انترفيس، ودي عباره عن مجموعه من الاوبشن الخاصه بواجهه البرنامج، زي مثلا السيم الخاص بالبرنامج دارك او لايت. ممكن ان انا اعمل الكيبورد شورت كاتس من الديالوج ده، ودي هنتكلم عنها في فيديو خاص بيها. والدبل كليك اوبشنز اللي هي لما تضغط دبل كليك بالماوس ليه عده اوبشنز مختلفه ممكن انك تتحكم فيها من هنا. التول تيب اسيستنس، مستوى المساعده بتاع التول تيب في النورم النون والمينيمال والنورمال والهاي، ودي بتحدد لك مقدار المعلومات اللي بتظهر لك في التول تيب، اللي هو لما تقف على اي اداء او على اي عنصر انت عملته في الموديل بتاعك بتظهر لك رساله فيها معلومات. بتتحكم في مستوى التفصيل للمعلومات دي او كميتها من خلال الضغط على التول تيب اسيستنس. بعد كده انيبل ريسنت فايل بيج ات ستارت اب، اللي هو بتدي له اوبشن يفتح لك الريسنت فايلز عند الستارت اب اوف ذا بروجكت. بعد كده في هنا التاب سويتشنج بيهيفير، اللي هو مستويات او تصرف البرنامج حسب ما انت بتغير ما بين التابز الخاصه في البرنامج. الاعدادات دي ممكن ان احنا نغيرها وكل حاجه، بس انا شايف ان الوضع الافتراضي بتاعها والديفولت بيبقى افضل بكتير. انما لو ليك انت رغبه في انك تغير اي تفاصيل او اي اوبشنز خاصه بيها فده ما فيهوش اي مشكله. بالنسبه هنا للجرافيك، هنا بيظهر لك في رساله انون فيديو كارد، اللي هو مش متعرف على كارت الفيديو اللي اوريدي شغال على الجهاز. دي ما تقلقش منها لانها بتظهر على اجهزه كتيره جدا. ممكن انك تشتغل، هو هنا ما بيظهرش معلومات غير عن الكروت اللي هو معترف بيها في موقع الشركه او موقع اوتوديسك، وهنا تفاصيل عن الجرافيكس مود، لكن ما فيهوش اي مشكله من انك يظهر لك الرساله دي. هنا بالنسبه للالوان كولرز، ممكن نعمل انفرت كولر عشان يعمل لون الخلفيه بتاعت الفيو اريا اللي احنا شغالين عليها للون الاسود، او ان انا الغيها عشان تفضل في الوضع الافتراضي اللون الابيض. بعد كده مثلا هنا بيديك الوان السليكشن اليمنت، العنصر اللي انا بختار عليه بيبقى لون او بشاور عليه بيبقى لونه ازرق. وهنا الالرت، لما يظهر لك اي تحذير او اي خطا في البرنامج العنصر بيتلون بلون عشان يحدد لك ان هو ده العنصر اللي فيه المشكله، فهنا برضو ممكن انك تغيره. وهنا ممكن تتكلم عن خاصيه التكست والباك جراوند الخاص بيه، التمبرري دايمنشنز الخاصه بيه، الابعاد اللي احنا بنستخدمها فيه الانوتيشنز والشغل ده. بعد كده عندي حاجه مهمه هنا، وهي الفايل لوكيشنز اللي انا ممكن احدد من خلالها اماكن اللايبراري والفاميلي والتمبلتس اللي انا بشتغل عليها. ممكن ان انا في السهم الاخضر ده او علامه الزائد الخضراء دي ممكن اعمل ادد فاليو عشان اضيف تمبلت جديد للبرنامج ممكن ان انا اشتغل عليه. ودي التمبلتس اللي بتظهر لي لما باجي افتح البرنامج ومن قائمه الريسنت فايلز واختار على ادد نيو تمبلت او اوبن نيو بروجكت، فبيحدد لك التمبلتس اللي انت عايز تشتغل عليها. بعد كده في هنا الديفولت باث فور يوزر فايلز، اللي هو الملفات اللي انت او المكان اللي انت عايز تسيف عليه الملفات بتاعه البرنامج كوضع افتراضي. وهنا في الديفولت باث فور فاميلي تمبلت فايلز، بتحدد له هنا المسار الخاص بالفاميليز اللي انت بتشتغل عليها في البرنامج، وده اللينك الافتراضي ليها. بعد كده روت باث فور بوينت كلاودز، ده موضوع خاص بال اللي هو الليزر سكاننج و
اللي هو التعامل مع الكلاود سيرفيس اللي هي 360 بتاعت اوتو ديسك، لما بتبعت مثلا اي موديل على النموذج او على السيرفر بتاعهم يتحلل هناك او يتعمل له اي اوبشنز انت محددها ويرجع لك تاني على جهاز عندك. ممكن اضغط على بليسز عشان خاطر ان انا احدد مكان اللايبراري اللي احنا شغالين عليها. احنا هنا شغالين على اليو اس متريك سيستم، النظام المتري. هنا الريندرينج اوبشنز دي احنا مش هنستخدمها لانها اعدادات خاصه بالريندرينج واخراج المشهد او الموديل الخاص بالمشروع، دي اولويه اولى للمهندس المعماري. بعد كده في عندي هنا التشيك سبيلنج اللي هو بيحدد لك اوبشنز الخاصه بالتعامل مع النصوص في البرنامج اللي احنا شغالين عليه. وهنا الستيرنج ويلز اوبشنز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ممكن تعدل فيها بالطريقه اللي تناسبك، الموضوع فيها سهل جدا. وهنا برضو اوبشنز خاصه بالفيو كيوب زي ما احنا قلنا. عندي بعد كده اعدادات الماكروس ابلكيشن زي الماكرو سكيورتي سيتنج والدوكيمنت ماكرو سكيورتي سيتنج. افضل ان احنا نسيب الاوبشنز دي في وضعها الافتراضي.